حول ولا قوة إلا بالله. المهم اللي أعطاني شي فلوس يجيب ليها شعطاني، واللي أعطاني شي شيك يصوروا ويلوحوا، واللي أعطاني شي ماندا هذا هو اللي غادي نقول أنا. اللي صيفط لي شي حاجة أنا نتحدى شي واحد نكون خديت من عنده دابا شي ريال، نتحدى شي واحد. الناس كيقولوا لي نصيفط لك ونعطيوك ونديروا داكشي، كنقول لهم أنا ما عنديش مشكل ديال الفلوس، ما عنديش مشكل ديال الفلوس، وغادي نصيفط لك واحد جوج فيديوهات ديال شي إخوان في فرنسا، هما بلا ما يستشروا داروا شي حاجة وقالوا على أن غنجمعوا الخامولي ونشريوا لي أبارتومون، وغنصيفط لك الفيديو. أشنو قلت لهم؟ قلت لهم خامولي هو جزء من هذا الفنانة، ولكن أنا كاينين فنانة ضروريين كثار مني، وكاينين فنانة محتاجين للديور كثار مني. إلا بغيت تعطيو شي دار ديروا شي مهرجان ولا هذا واستدعيو، أنا مستعد نقول لكم شكون هو الفنان اللي ما عندوش واللي ما فحالوش، ونجي معاه حتى لعندكم وعطيوه هذيك الدار في هذاك الحفل وكرموه. هذا هذه هذا هو. اما باش تقول على ان عطاني شي واحد وسكت ولا هضرت ولا الا سكت ليش باقي كنهضر؟ هذا هو السؤال. كيتصلوا بيا الناس حقيقة وتيقولوا لي غندير وندير وندير، وكاين الناس كيقولوا راه كاينه محاولات، الله يجازيهم بخير. واللي بغى يدير شي خير انا ما غنحبسوش، لا بغى يدير شي واحد شي خير انا ما غنحبسوش، ولكن شي واحد باش يقول لك انا حاليا عطاني شي حد ولا صيفط لي شي حد ولا هذا، هذه مساله وشديتها انا شي عطاني شي حد شي حاجه وتيريتها وشديتها، لا من عند هذا السيد اللي عندي معاه مشكل ولا غيره وغير غيره، نتحدى يجبد لي شي وثيقه بانني انا خديت شي ريال. بعد الدار واش بعد دابا الدار داري ولا داري؟ انا كنقول الناس ما تغلطش، ما تغلطش الناس. نعاود نشرح، هاد الدار هادي دخلنا لها خربه، وانا وبا الحاج الله يرحمه الحاجة صلحناها، وملي مات الحاجة بنتي كانت خدامة، ما غنقولش الاسم الشركة اللي كانت خدامة فيها، وخدات واحد الكريدي وصلحت هذا الدار، وراه الجلي جلي فيها وكتشوفوه وكتعرفوا الفالور ديالو شحال كيسوى، والحيوط جليج والبني وهذا الصالون اللي تزاد والصالون الاخر وهادشي كلشي، هذاك راه كريدي بنتي والفلوس ديالي. هذا هو اللي كنقول انا، ما كنقولش خديت شي كريدي على هاد الدار من اجل شي حاجه، خديناه لان كنا كنصحابو دارنا وكيقول لك دارنا. واحد النهار مشيت عنده شتي هذاك الشرجم راه هو راه مشيت عنده القشله، قلت لي راه باغي نحل الشرجم، قال لي انت مالك برزطيني، قال لي سير سير صوب صوب شرجمك الدار دارك. قال لي واش انت فين ما تبغي ديرني باش تجي تقول لي سميتو، وفي الاخر تولي ماشي داري. شكون هذا؟ شكون دخلناك بالله الا ما وري اعطيني هذا خي انا نتحداه، هذا تحدى هذا خي هذا اللي قال لك انا خديت الفلوس الله يرحم باك الا ما بغيتو يشوهني، بغيتو يشوهني، بغيتو يشوهني ويجبد هاد الفلوس هادو ويجبد واحد الشيك ولا شي هذا ولا هذا، خديتها انا ديال هاد الفلوس من عند هاد السيد، وما فهمتش انا هاد الفلوس شنو هما، ما فهمتش. انا اقترحوا عليا الاخوان قالوا لي كره نخلصوه لك، ولحد الساعة لحد الساعة انا كنتقاد كيقول لك لا سيدي خمولي انت ما عندكش القدر باش تخلص هذاك الكرا اللي كتخلص دابا، حنا نخلصوا لك. وهاد الناس اتصلوا بيا الله يجازيهم بخير، ولحد الساعة ما كاين حتى حاجة، ما يعني ما خديت ما خلصوا كرا ما حتى حاجة، لأنني أنا ما يمكنش لي نهز ولادي من هنا كانوا عايشين هنا ونديهم في وضعية ماشي هي هذيك، حيت انا باهم مسؤول عليهم، ومن حقي انني نقلب لهم على سكن حسن من هذا باش نبين لهذاك السيد على ان السكن ديالك راه ما كيسوى عندي لا شيء، وغادي ان شاء الله غادي نديكم فين ساكنين ولادي باش تعاينوا وتعرفوا الحقيقه ديال الامور. ولا عطاني شي ريال يجيبو ويفضحني يشوهني، انا باغي الشوه يشوهني هذا السيد يقول راه انا راه عطيت لهذا السيد ولا درت ليه ولا هادي. لحد الساعة ما كاين حتى حاجة إطلاقا، كاينة الوعود وكاينة كاينة قرارات ديال الناس مغاربة، والغالبية ديالهم 60% مهاجرين، الله يجازيهم بخير. من هذا المنبر كل واحد ما بين البارح واليوم اقترحوا عليا ما عرفتش 7 ديال لي زابارتوم، 7 ديال لي زابارتوم، كنقول لهم أنا ماشي مشكل ديالي، كاينين فنان آخرين اللي بغى يعطي شي أبارتومون يعطيها لشي فنان، وقالوا لي بالحرف حنا نديروا معك عقد انك ما تخرج حتى تبغي،
ماشي المشكل ديال هذه، المشكل ديال المبدا. المشكل ديال المبدا، انت اتفقتي معايا وتبايعتي وتشاريتي معايا وعطيتك الفلوس وكل شيء، ونهار كان باك وامك تترعد تخيف، ومن بعد تجي تقلب عليا بهذه الطريقه هذه. هذه رجله، هذه هذه رجله. وزيدون راك عارف، راك عارف هذوك لي فوكونت اللي فهمتوا هما اللي كيديروا المشكل. المهم هذوك راه هذوك الناس راه كيكونوا ديال بعضياتهم وداك الشيء، وكيديروا هذا الشيء زعما باش يديروا لك البلبله والتبرسيط. وانا راه قالوا كاع بين ما راك اتصال على اعلى مستوى، وهذا اش هذا اش هذا؟ اتقوا الله، اتقوا الله. واللي بغى يقول شي حاجه يقول الحقيقه، راه اللي كينجح هو الحقيقه ماشي الكذوب. ما ديرش البوز بالكذوب، راك تفرش، دير البوز بالحقيقه. الحقيقة راه الناس ضامنات معايا بالحقيقة، ما ضامناتش معايا بالكذوب. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.